النية اللي انتوا فيها ده هي اسمها العلمي مرحلة البلوغ. يعني ايه البلوغ؟ يعني هناك تغيرات فسيولوجية بالنسبة للبنت او للولد. البنت تقف قدام المراية تلاقي نفسها بتتغير وفي حاجات بتتغير فيه تفتكر انها كبرت. انما الولد مش محتاج مراية، هو يا دوب شوية شعر معفن يطلعوا له في دقنه ولا في شنبه ويبتدي يجعر في البيت زي البقرة، وابوه قاعد ملوش لازمة يقول لك يا بيت راجل اربط عندك، اربط عندك اللي بتبوس. هات ايه؟ هات يا اخويا وريني ايه؟ انت ايه؟ صورة فضيحة؟ لا دي نجلة. نجلة مين يا ولد؟ دي صورة فضيحة. لا نجلة. لا مش نجلة، دي فضيحة. دي نجلة يا استاذ. بقول لك فضيحة. انت ما بتعرفهاش نجلة وردي. لما تبقى لابسة كده تبقى نجلة ولا فضيحة؟ لا فضيحة. ادي قلتها. يبقى انت ايه؟ بتجيب صور فضيحة في الفصل. يبقى تستاهل ضرب الجزة ولا لا؟ استاهل. ويبقى انت اعترفت على نفسك. بس في حاجة. ايه؟ شهاب كمان معاه صورة. ايه؟ ايه يا عم في ايه؟ ما تخليك في حالك يا عم وائل، انت مالك؟ معاك صورة ولا انا بكدب؟ انت مالك يا عم؟ ما انت معاك صورة. اهزي بقى. اهزي بقى. اهزي. اخلص يا عرب. تعال هنا. انا واخد امر ان انا ربيك. عرفت. فين الصورة اللي معاك؟ وريني. وريني. انا هركب اسود. واصغر حتى ما هي بقى. شوف دي عاملة ازاي؟ يا نهاركم اسود. هي هي الولية. بس هي نفس دريها والتانية كانت مطية. انت عشان الله الله الله. الله الله. هي الولية دي تفشت فيكم ولا ايه؟ خليك انت عاقل يا ابن العاقل. مالكش دعوة بيهم. اه دول عيال صيع، دول هيتربوا ان شاء الله يا امير يا ابن القمر. وريني وريني. يا نهارك اسود يا نهار. حتى انت، حتى انت، ده انت لقيت ابوك سودا. وحياة النبي لاجيب البوليس مش اولياء الامور. اهدي. هي الوليد هي عمل جماعي ولا مرشح نفسي مجلس الشعب؟ وريني وريني معاك انت كمان. لا انا مع الصورة. طب انت هتجيب صورة ليه؟ انت عليك التسبيح. اترمي هنا، اترمي وزيري تحت الملاية. ده انت نهار ابوكوا اسود. لا مؤاخذة يا جماعة، لا مؤاخذة، أنا بجرب خرزانتي، خليكم في شغلكم. الواحد هيتفرس. بقول لك إيه يا أستاذ فريد، معلش أنا هعطلك معلش. هو مين في المدرسة هنا بيدرس للأولاد دين؟ لا الدين هنا اختياري مش إجباري. أتاري. العيال طالعة قليلة الدين وماشيين في الشارع شكلهم زي كفار الجاهلية. We are preparing for the Halloween party. Please ask Mr. Ramadan if he wants to join us. أستاذ فريد، أنا سميحة بتقول رمضان. هي تقصد ناني ولا بتتكلم على الشهر الكريم؟ لا دي بتسأل حضرتك إذا كنت تحب تشارك في حفلة الهالوين بتاعت السنة دي. حفلة الهل إيه؟ الهالوين بتاعت السنة دي. وإيه الهالوين دي؟ ده حفلة بتتعمل كل سنة في أمريكا. وإحنا نحتفل بها ليه؟ يعني هم الأمريكان بيصوموا وقفة عرفة ولا بيحتفلوا بتحرير سيني؟ هي أمريكا حشرة نفسها في كل حاجة كده، حاجة عجيبة أوي. أستاذ رمضان موجود؟ أيوة يا ست، أنا الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودة. وده الأستاذ فريد صديقي، وده اللب توب بتاعه. كنت عايزة حضرتك في كلمتين على انفراد لو سمحت. أنا تحت أمرك. كلمتين على إيه؟ على انفراد لو سمحت. أظن الجملة واضحة، على انفراد يا أستاذ فريد. سكن عندي شغل على اللابتوب. عندك شغل على اللابتوب؟ خد خد يا خد. يلا يلا. سلام. سوري. لا ولا يهمك. سلام. ده بان عليه يطلع صدخ. تفضلي تفضلي يا ست. اهلا وسهلا. شكرا. سكرك قد ايه؟ لا ميرسي شكرا. لا ازاي ده الكلام، انت فضلتي الاول. متشكره قوي ميرسي. طيب خير. انا مامه الطالب اللي عندك امير اللي في الفصل. امير مش عاجبني يا ام امير. ولا عاجبني ولا عاجب بابا ولا عاجب حد. ابني هيضيع مني يا استاذ رمضان. هو بيعمل ايه يعني؟ نوريني وغوشتني قوي. معلق لي صور المطربه دي اللي اسمها نجلاء وجدي، وطول الليل والنهار مشغل كليباتها واغانيها، وكل يوم سهران عندها. ميرسي. في النايت كلوب اللي بتشتغل فيه، واخر حاجه عملها مد ايده وسرق، سرق البروش بتاعي عشان يقدمه لها هديه. حرامي. يا نهار اسود. وابوه فين يا ام امير؟ في دبي. دبي؟ ما دي اللي ضيعني. انا لجأت لك يا استاذ رمضان لانه حسيت انه بيخاف منك وبيعمل لك الف حساب. ارجوك انقذه من البنت دي. ارجوك. خير يا عم طه؟ فيه ايه؟ في واحده ست مستنياك جوه، باين عليها ست مهمه قوي. الدنيا اتقلبت اول ما دخلت الشارع، فتحت لها ودخلتها. ربنا يستر ربنا يستر. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ رمضان؟ ايوه فندم. انا بقى مامه شهاب، طالب عندك في الفصل. شهاب مش عاجبني يا ام شهاب. ولا عاجب بابا ولا عاجبني ولا عاجب حد خالص. ايوه ايوه. وطول الليل ما بيذاكرش ولا يفتح كتاب، وبيسمع اغاني البنت اللي اسمها نجلاء وجدي دهيا، ومعلق صورها في كل حته. صح.
وابوه في دبي كمان. لا لا بابا مش في دبي يا صاحبي، ما ينفعش، يبقى هيسافر دبي ان شاء الله. وانت ايه اللي عرفك يا استاذ رمضان؟ يا هانم انت جالي دلوقتي عشان انقذ ابنك من المطربه اللي اسمها نجلاء وجدي، صح ولا لا؟ فعلا صح. ايه اللي بتعمله ده؟ دي فحل بصل هيفكرك بقام البلد يا باشا. انت بصراحه لازم تفطر، مش معقول قهوه على غير الريق. بسم الله مش عارف ما تحرجنيش. يلا مالك؟ ميه ميه ليه؟ ميه بتعمل ايه يا مجنون انت؟ اجري هات بتاع شوط ميه. ميه ليك ولا للباشا؟ اقعد اسال واتمرقع لحد ما يموت في ايدينا، روح هات ميه. الف هنيه. ده بصراحه مش عاجبني يا باشا. وبعدين انا عارف ايه اللي مزعلك. ايه بقى يا ابو العريف؟ رمزي ابنك. رمزي مش عاجبني يا ابو رمزي. ايوه مش عاجبني. معلق صور البت المسخوطه اللي اسمها نجلاء وجدي، وليل ونهار مشغل اغانيه وما بيفتحش كتاب. بالسرعه دي قدرت تفهم رمزي؟ يا معالي الوزير، دي مش مشكله رمزي، دي مشكله جيل بحاله. طب وهنعمل ايه في بلد رمضان؟ الولد كده هيضيع دمه وهتتجنن. سيب الموضوع ده على الله وعلى العبد الفقير اللي قدامك. وياني يا نجلاء ودي في البلد. وفيها ايه يا استاذ رمضان؟ فيها ايه ايه ايه؟ فيها مسخره، فيها قله حي، فيها انحلال. هم اللي عيال ناقصين جنان لما احنا نجننهم اكتر. استاذ رمضان، شبك لبك يا اخويا، احنا خلاص اتفقنا معاها ومضينا الحق. طب يا اخويا خلي عادي ينفعك، ما تعرفش مين اتكلم معاها شخصيا في موضوع البت ده؟ هي معالي الوزير، شوف بقى لما يعرف ان انت اللي مصر تجيبها، احتمال بكره تسيب المكتب ده هون وتنزل تضرب الجرس تحت. طيب انت شايف نتصرف ازاي يا استاذ رمضان؟ انا شايف ان انت ترتاح على مكتبك ده هون وتشرب مجح البحصي وسيب لي الموضوع ده عليا، وانا بعون الله بعون الله هخلصه. احنا عايزين نحافظ على عيالنا يا استاذ علاء. بهاء. علاء بهاء ابتلاء. المهم نحافظ على عيالني. سيطرة. حبي لك مش حب عادي، كل ما مش لقيك قصادي وبجالف فلاقيك هرا. اي حاجة تقول عليها مش هنقشك تاني فيها، حعمل كل اللي انت عايزه. ده كفاية انك تبقى جنبي، ده انت نور عيني وقلبي. ايوه انت اللي قلبي عايزه. باللغة العربية اللي يكسر قلبي
نجلاء وجدي موجودة؟ موجودة يا أخوي. معاك الرائد محمود يوسف من مصلحة الجوازات والهجرة. أهلا يا فندم. معلش يا أنسة نجلاء، أنا جاي لحضرتك في مهمة سخيفة شوية. الإقامة بتاعت حضرتك في مصر انتهت وفي أمر بترحيلك من البلد، وإحنا هنديلك مهلة لنهاية الأسبوع ترتبي أمورك عشان تغادر البلد. إيه؟ أنا ما أقدرش أمشي من هنا، مش هينفع أرجع بيروت، أنت عارف مشاكلي هناك. اتصرف يا شوقي، شوف لك حل. يعني نتجوز وناخد الجنسية؟ ما هو الموضوع برضو. أنا قلت لك 100 مرة الموضوع ده ما تفتحوش تاني، روح شوف شغلك. يا استاذ ايه اللي رايح فين؟ طالع الفندق، ايه اللي رايح فين؟ اوعى كده، اوعى انت وهو. هو انت في زيك يا استنجله؟ والنبي يا اختي انا حاسه ان ربنا حيشلك خير كبير قوي، اهو باين اهو قدامي في الفنجان، عريس زي فلقه القمر، طول ايه وعرض ايه، يخرب يخرابي، جاي لك بيخبط على الباب. سلام عليكم. طول بعرض؟ انت متاكده؟ ظهر يا اختي البني مغشوش. انا الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حمودي، ومدرس اول لغه العربيه ورئيس جماعه الخطابه بالمدرسه التجريبيه الحديثه. مين فيكم نجلاء وجدي؟ يعني حضرتك مش عارف؟ وانا هعرف منين؟ ما انتوا العمليات التجميل اللي بتعملوها ليل ونهار في خلقيتكم بتلخبط الناس. خلصوني، مين فيكم نجلاء؟ نعم انا نجلاء، عايز ايه؟ بص يا بنت الناس، انا مش جاي اقطع عيشك، انما من حيث حفله المدرسه احنا استغنينا عن خدماتك خلاص، شوف لك حته تانيه مشغلني فيها. انت ازاي بتكلمني كده وبصفتك ايه؟ اسر الكلام، ولا صفتي ولا نيلي. غنى في المدرسه عندني مش هتغني ولو ببلاش. شوفي ولو ببلاش، والعيال دول تسيبك منهم خالص، دول لسه عيال صغيرين تراي، اهاليهم صارفين عليهم ياما، فاهم ولا لا؟ انت بتهددني ولا ايه؟ انا لو ضربت الجرس دلوقتي 4 يجوا يشيلوك يرموك بره. اللغه العربيه الفصحى، ركز وركز واصحى اصحى. اهلا 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 بالشباب، اهلا بالعرسان. اللي جابك انت هو في سعاده؟ انت four years old and I was so young and there's a pool and I can swim and والناك. I drown والناك. I can swim. ومياد انت هتمثل لي، ومياد يا تافه انت بتبص وانا واقف. وانت ايه اللي جابك هنا؟ انا جاي اسال حضرتك على الواجب، اعمله مره ولا ما اعملوش خالص؟ عشان انا عايز اخد تيتا امشيها رجليها ورمه، وانت عارف ستك كبيره بتحب ماما. تيتا انت هتدخلني في امك وستك تاني؟ ده انت ليلتك سودة. وانت ايه اللي جابك؟ لا انا ما جيتش. انت ايه؟ انا ما كان في ظروف ومنعتني، ما عرفتش. انا جيت فين؟ انا جيت هو مش واقف معايا اساسا. انت بتستعملني؟ انا لو جيت كنت قلت يا استاذ. والنبي انا هوريك انت جيت ولا ما جيتش. طب يمين بالله العظيم ان هغمض وافتح، بص تغميضه كده وتفتيحه كده، لو لقيتكم في المكان لا نسل الدسمه ديت عليكم. ويا راحت فين دي كمان؟ انت رحت فين يا اختي؟ تعالي تعالي يا اختي، انت لسه شفت رعب. اسمع اما اقول لك، ثلاثه بالله العظيم انا هفتش على العيال دول هنا كل يوم، هاجي صبح وليل صبح وليل، ولو لقيت عيل فيهم لا هخليك تنامي تحلمي بحاجه واحده، هي رمضان مبروك ابو العالمين حمودي. لا تشتري العبد الا والعصا معه، ان العبيد لأنجاس مناكيده. اي والله حكم فيه ناس كده نفسيتها زي نفسية العبيد بالظبط، ما يمشوش الا بالعصايه او بالخرطوم او بالجسمي. وديني وايمان انا ماشي بنفسي، انا لولا بس ابوك كنت فرمته. هي مش وزاره التعليم لغت الضرب في المدارس؟ ايوه. وابوك وزير؟ ايوه. ما تخليش في حل في الفرعون ده. هو فرعون كده غير ابويا؟ ايه يا حباب كبيرك انت وهو بتبغبغ في ايه؟ بقى تبقى صايع وضايع وفاشل ومالكش قيمه في المجتمع وبتبغبغ في الكلام؟ اسمع انت وهو، من هنا ورايح كل واحد فيكم هيديني تمام، من ساعه ما يخرج من داره الصبح لحد ما يرجع ويترمي في سريره، فاهمين ولا لا؟ ويا ويل، اقسم بالله يا ويل، يا مين بعظيم ابدا اللي الشيطان هيوزه ويروح هيه او هيه، هيلاقيني قاعد في هيه وهيه، فاهمين ولا لا؟ فاهمين. عايز اسمع صوت. فاهمين؟ فاهمين. الخالف ضر، ايدك على خدودك، اللطم على الخيبه والويبه. ابتدي. هات امي من السايق، هات امي من السايق. من الكلب سوري دول يخبس. انا مش سامع، مش سامع لطم فوق. وانتوا مالك؟ امال لو وزير ويا بتطلع. ايوه هات امي من السايق. مش هسيب مين يا هلا؟ مش هسيب نفسي. ايوه هسيب نفسي. تطهير النفس من النفوس الذكيه. اطهرك. طهر نفسك. يلا طهر.
طهر لحد ما تشوف دم نازل من وشك. ان شاء الله هينزل بلدك من وشك الدم. بلد اللي تسيبيه، انا هخلي ابويا يحلها. انا اللي هحل لك الموضوع ده يا نجله، اعتمدي عليا انا بس. ميرسي قوي يا جماعه، انا فعلا فرحانه ومبسوطه بمشاعركم دي، وده اللي مصعب عليا السفر. بس عشان خاطري امشوا دلوقتي، انا مش عايزه اعمل لكم مشاكل. مشاكل ايه يا نجله؟ احنا لا يمكن نسيبك. استاذ رمضان جه هنا وزعق وحذرني لو شفتكم ولا قعدت معاكم مش هيحصل كويس. وهو ماله؟ هو هيتحكم فينا ولا ايه؟ ده انا هوديه في داهيه، ده انا هخلي ابويا يرفضوا ويشتم اسمه من المدرسين خالص، وفي الاخر هيبيع سندوتشات في الشارع ومش هشتري منه. وانا وديني وايماني لا ضربه، عشان انا خلاص اتخنقت من البني ادم اللي بيدرس لنا ده. يا رب يا ساتر. اتفضل يا استاذ رمضان اتفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اتفضل. ما تاخذنيش يعني انا بجيلي في مكان شغلك، يعني ممكن تكوني مشغوله، بس انت عارفه العيال ده هم في رقبتي. بس والله الحقيقه وانا جاي سمعت الساده المعجبين بيكي بيغنوا اغانيكي، وده دليل على النجاح الحمد لله. اهي الاغنيه كانت بتقول ايه؟ اللغه العربيه الفصحى ايه؟ استيقظ وركز واصحى. والنبي دي اسمه كلام؟ دي كلام دي يا جماعه ايه؟ المفروض تنقوا كلام يعيش مع الجمهور. مش عارف في ايه في ظهوري. لا مؤاخذة معلش انا اسف انا اسف. والحاجات دي مضايقاني من ساعة ما جيت، من ساعة ما جيت مضايقاني. يعني انا ممكن اقول لك نصيحة، انت المفروض تغني لابو تمام، للبحتوري، لاحمد به شوقي. لو هم اصحابك يعني عرفني بيهم يا استاذ رمضان وانا هاخد منهم شغل. اصحاب مين؟ ناس دول هات محمول بتاعهم، دول ناس راحوا لرحمة الله من عشرات السنين. لا انا في برد، في برد مش في زوري بس، ده كمان ده نازل لحد كعوب رجلي. ايوه النبي كعوب رجلي تنقح عليا. لا مؤاخذة معلش انا مؤاخذة، العكاز حتى برضك نضافة، لان الموكيت ايه؟ الموكيت ما يتوسخش. مؤاخذة مؤاخذة المؤكتات بتبقى نظيفة، المفروض كنت اقلع الجزمة بره معلش سامحيني. لا 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 الموضوع عايز مية، ممكن حبة مية ولا هنا مية بفلوس ولا ايه؟ تفيدة جيبي مية للأستاذ رمضان. مش عارف ايه في شرخة كده. شكرا شكرا يا بنت اسمك تفيدة. ألف شكرا. يخرب بيتك يا تفيدة، سخنة نار سخنة نار. بس هعمل ايه؟ سيبك من المية والكلام ده كله، سيبك من الحاجات دي. أنا حاسس إن أنا هرجع وعندي انتفاخ. هاتي بقى انتفاخ. ممكن الحمام؟ لا مش هلحق الحمام، ممكن ارجع هنا. يا جزمة يا جزمة انت اهو. معلش يا استاذ رمضان معلش معلش. انا اقبل ساعة تحت النقابة وعارف ان عارف ان هم هيجوا جم. معلش يا استاذ رمضان معلش. طب يحضروش الحصص هيسقطوا. ما تزعلش نفسك. احنا جاهزين يا مدام. شوقي مدير اعمالي واستاذ رمضان مفروك ابو مدري شو حموده. ايه ايه اللي مفروك ومدري شو؟ ايه يا ستي فيها ايه؟ أن الأستاذ رمضان مبروك أبو العلمين حموده مدرس أول لغة العربية ورئيس جماعة الخطابة بمدرسة التجريبية الحديثة. أهلا أهلا أهلا. إيه دي؟ هو دي مجنون ولا إيه؟ اللي مالكش فيه مالكش دعوة بيه.